حبيت الكروك مسيو. كروك مسيو، في شيء اسمه كروك مسيو، في ساندويتش ثاني اسمه كروك مدام. الفرق بين الكروك مسيو والكروك مدام شو هو؟ الكروك مدام في بيض فرايد، في بيضة من فوق بتكون مقلية، وبهيدا الموسم من شوربة ونقنقة رح تشوفوا الاثنين كروك مسيو وكروك مدام، هول تزيديهم على لائحة الساندويتشات اللي تعملوهم لأولادكم. اوكي ماشي. اندرو عم يستعمل مع الكروك مدام شو؟ ده ديك رومي مدخن. ديك رومي مدخن، ونحن فينا نحط مع ديك رومي او دجاج مدخن او لحم مدخن مثل ما بنحب، ما هيك؟ اه اوكي. طيب هجيب طاسة سخنوها النار. ايوه. عندي زبدة. هجيب الزبدة. جيب الزبدة. انت هيدا كروك مسيو ولا كروك مدام؟ لخبطت. ده كروك مسيو. اوكي ده الراجل. في الست، الست في البيت دلوقتي. انت عملت ايه دلوقتي؟ كان عملت شويه زبده برا عشان عشان لما احط فوق و فليب ات اوفر. ايوه. في زبده على اوكي. اندرو غمس الخبزه شويه بالزبده مشان نحطها من برا بعدين. طيب وعايز الديك رومي مدخن. ايوه ماشي. هجيبه كده. هلا عم حط الديك رومي فوق ال وعم اندرو قلنا شو عم تعمل. طيب هت نطويها بالنص. في النص. ايوه عشان كده اجيب فوليوم في الساندويتش عشان تنفخ. بالظبط. وعايز الجبنه شيدر. اوكي ماشي. اندرو تعبتني، رايحه جاي رايحه جاي. وبعدين لازم رجيم، شو عذاب عم ناكل سلطه ملفوف ورايحين جايين. اذا هلا عم نحط الجبنه الشيدر. صرت احكي مثلك، الجبنه الشيدر. شيدر فوق الشيدر. ايوه فوق اللحم التركي المدخن والخبز. واجيب العيش تاني. ايوه. وعايز الزبده فوق. فاذا المطرح ما غمسنا الخبزه بالزبده بنحطها لفوق، صح؟ صح. قد ايه بنترك الساندويتش على النار اندرو؟ دقيقتين. دقيقتين يلا. وبعدين اوكي الدقيقتين كده خلاص، وبعدين فليب دقيقتين على الجهة الثانية. بالظبط. اوكي يعني اربع دقايق كلها على بعضها تقريبا. تقريبا. يامي. حلوة صح؟ ايه كتير حلوة. حلو كتير هيدا صوت القرمشة والتقطيع تبع قرمشة الخبز، عرفتو؟ ايوه كتير حلو. الحياة حلوة.